جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب. إيه الحلاوة دي؟ الله أكبر. عليك يا مشبع. الله أكبر يا مشبع. مالكش منافس يا الله، كله في الجنة وكله والله مالكش منافس يا عم. إن شاء الله سبحان العاطي الوهاب يا عم. اسمع اتعلم. جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب وحففناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا. كلتا الجنتين كلتا الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا. الله شدة محبة. والله جالك شدة محبة. اذكر الله. لا إله إلا الله. وفجرنا خلالهما نهرا وكان له ثمر فقال لصاحبه وهو يحاوره أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا. السمر النضج ده معلش عمالي بص بالساعة يا روح. كلتا الجنتين كلتا الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا. والجمال ده يا سلام يا سلام يا مولانا فاهم يا عمي فاهم. وفجرنا خلالهما نهرا وكان له ثمر فقال
قال لصاحبه وهو يحاوره فقال لصاحبه وهو يحاوره أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا ودخل جنته وهو ظالم لنفسه قال ما أظن أن تبيد هذه أبدا ودخل جنته وهو ظالم لنفسه ودخل جنته وهو ظالم لنفسه قال ما أظن أن تبيد هذه أبدا ساعة يا ولد لسه بدري ساعة والله ودخل جنته وهو ظالم لنفسه قال ما أظن أن تبيد وما أظن الساعة قائمة ولئن رددت إلى ربي إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا قال له صاحبه وهو يحاوره قال له صاحبه وهو كفرت بالذي خلقك من تراب الله
أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا؟ لكن هو الله ربي ولا أشرك بربي أحدا. ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله. أقل منك مالا وولدا. صدق الله العظيم. وقفت عليه. كمل يا سيدنا، يا سيدنا كمل والنبي. ترى ما كنت شايف تخلص يا عم. لما تيسر من آيات سورة الكهف. استمعنا لهذه التلاوة القرآنية المباركة من فضيلة القارئ الدكتور عبد الناصر حرب، قارئ الإذاعة والتلفزيون العربي والمقيم بمدينة القاهرة وقارئ القرآن الكريم بمصر والعالم الإسلامي. وقد نقلت لكم هذه التلاوة عبر أسير إذاعات أولاد الحاج عبد الوهاب وسعد بليشة قائد أعمال الإدارة، إدارة أولاد عبد الوهاب وسعد، قصور الضيافة المتنقلة والفراشة، إدارة الحاج مصطفى علي عبد الوهاب والحاج نبيل عبد العزيز الصحيح.